داخيانش بو رايا كشتي بناو ملجز مالبات شهيدان آهرم آفريني دروج وكا ايرو ده ترور خان نشان ده دولتا ترك ببردامية كمبولايا ناف دولتي وبتنسيقا فرانسازي برخستن باس ين سوريا و عراقي وقت داير دابو چهكرن بری و نوزدا سالان سرحدنا که کردستانی لکالا بر خودان قامشلو دست بیکر دی دیروگاه دوزده آتار ده حزا چران ده دی دم آلیستونا فوت بونه ده به پلانسازی استخبارات شبیه سوری یین باز یین گو پیشگری آتیما فتوی دکرن وینه این کجار سادم حسین را گربون یین گو بیا سادم کشتنا گرل کسی کرد لباشور کردستانی دمکو و برسونا انفال لشلال جزه و چکر کمیاسال حلب جه بکار آنیه جبو ویجی جوانی کرد این کو پشتگیری تیما جهاد کرن بن پفچون دنابرا هر دو پشتگیری تیمان ده در کردن جبو ویجی سرهدانا لهمو دور این کردان دست بیک بندهین آتفگار اگل کرد سوریه جبو وی ام شهید سرهدانا دسته آدار او همو شهید تفگار آزادی ببیردینن امی کار بدو مینن جبو گو دور ما بگو هزن سیستم دموکراتیک وگه هم دبینن سرحلدان دوزده آداره هشیاره که بنگه هک شورشه که گلن دا آوا کرن دیسا جی ته خویا کرن کو خوصاری آدم بقراد و سیستم نابندی چهره سری هری لپیشه جبو آلوزی سوریه بگوری فرمار نابلتاوی تا حزار دست پینجو چهار سرحلدان قامشلو ره برخدانی وجین ره برخدان وجین کرد هر وها تمثیل سرفرازی و برخدانی لهمبری سیستم سیتم کاریا نشان دا کریار دولت دا سوریه و دولت دا ترک چهتا این گریدای ویجی که سیاست گو هردن دموگرافیک چهل کری رو لهمبر چراسیه لسوریه دگرن اما که ملکس مالبت شهیدن آهاره ما عفرنه بانکل دار قصدن مافی مروفی دکن کوری لبر سیتم کاریا بگرن شهید نامرن بمر فاشیزم ترک بیان الى رأی العام العالم باسم مجلس عوائل الشهداء اقلیم عفرین في البداية نعزي جميع أهالي الشهداء الخالدين وننحني إجلالا وإكبارا لعظمة ذكرهم خالدون كما ندين ونستنكر أفعال القوى التابعة للفاشية الظلامية والرجعية في كل العالم في مثل هذا اليوم وبالتوجيه من رأس الإرهاب تركيا استمرارا للمؤامرة الدولية بالتنسيق والتخطيط مع الأنظمة البعثية الشوفونية المتطرفة في العراق وسوريا وهم أعداء وجود الأمة الكردية المقاومة وتعيق تطورها الثوري منذ 19 عاما اندلعت انتفاضة كردستانية تروج أفا في قلعة المقاومة قامشلو بتاريخ 12 آذار 2004 أثناء مباراة كرة القدم وبالتخطيط الاستخباراتي متطرف حيث رفع من خلاله بعض الشبيح البعثيين من مشجعي فريق الفتوة صور المجرم العراقي صدام حسين الذي تسبب سابقا بقتل أبناء شعبنا في جنوب كردستان عبر عمليات الأنفال في منطقة شلايدز واستخدام الأسلحة الكيماوية على مدينة حلبجة الأمر الذي أثار غضب أبناء شعبنا الكردي من مشجعي فريق الجهاد ليعقب عن ذلك اندلاع موجات عفرينية بين مواطنين الكرد وهؤلاء المتطرفين الشبيحة وعناصر من قوى الأمن السورية حيث انتشرت انتفاضة إلى كافة المناطق الكردية وأصبحت نواة أساسية للحراك الشعبي الثوري في سوريا إلى الآن لذلك نستذكر شهداء انتفاضة 12 آذار وكل شهداء الحرية الحركات التحررية الثورية ونؤكد على أهمية العمل معا لإحداث التحول الديمقراطي في عموم منطقة ونؤكد بأن انتفاضة 12 آذار شكلت أساساً نهوضياً ومرتكزاً حقيقياً من أسس ومرتكزات الحراك والثورة الشعبية السورية مؤكداً ترابط كل القضايا الاجتماعية السورية وحلها كمقدمة للتحول الديمقراطي الجذري والشامل في المنطقة عموماً إننا نرى الإدارة الذاتية والنظام اللامركزي هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة السورية وفق القرار الأممي 2254 كما أن انتفاضة القامشلو جسدت روح التضحية ورفض الذل ومثلت احتجاجاً مدوياً ضد الظلم والاستبداد وكسرت حاجز الخوف وكانت البداية الثورية في سوريا والتي أعطت زخماً حقيقياً للنضال الشعوبي في المنطقة كما أن ممارسات الدولة السورية والتركية وفصائلها المسلحة والمرتكزة والمرتزقة التي تمارس سياسة التغيير الديمغرافي في المناطق الكردية والعربية والتي أصبحت العائق الأساسي لأي حل سياسي في سوريا والمنطقة أيضا نحن
كعوائل الشهداء إقليم عفرين نناشد ونطالب كل أصحاب الضمير والوجدان الإنساني ومنظماته الحقوقية، ونقول لهم كفى للتهرب وإبداء الروح المسؤولية. لقد حان الوقت للتدخل لوقف مثل هذه الاعتداءات وجرائم التي ارتكبتها وترتكبها حتى هذا اليوم بحق أبناء أعظم أمة التي قدمت أغلى ما لديها في سبيل حماية القيم والكرامة المجتمع الإنساني ومقدساته، لتنعم الحياة مبنية على العدل والمساواة. الموت لطاغية الفاشية والرجعية والشوفينية. تحية لأمهات السلام العالمي. شاهيد نامري، شاهيد نامري، بيسروك جيان نابي، بيسروك جيان نابي.